اهلا وسهلا فيكم شيوخنا الشيخ محمد الشيخ محمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا سيدي اهلا وسهلا بدي بلش من فيروس كورونا اكيد اذا ما سمعتوني بليز شاركوا معنا تفاعلوا بالحلقه اذا عندكم حيلا سؤال يتعلق بالاحكام الدينيه والفقهيه بما يتعلق بشهر رمضان اكتبوه بمربع التعليقات. ببدايه الحلقه بدنا نحكي عن موضوع فيروس كورونا هذا الفيروس المستجد اللي قلق العالم كله صراحة. حاليا في لقاح مضاد لفيروس كورونا, كتير عالم كانوا عم يسألوا هل يا ترى انه انا عندي اخذت الجرعة الاولى الجرعة الثانية ثائبت ضمن شهر رمضان او انا عندي موعد ضمن شهر رمضان لاخذ اللقاح. شيخ محمد ما حكم هذا الموضوع, فيهم ياخذوا لقاح فيروس كورونا هني؟ دعني أحييك وأحيي مستمعيك ومشاهديك في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان, وأحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن نفتتح باسمه العظيم الرحيم الرحمن. وأقول لكم أنه إذا تم أخذ اللقاح في هذا الشهر المبارك وتمت هناك عوارض تتؤثر عليك صحيا فلا حرج في أن تفطر, ويعتبر هذا يوما من الأيام المرض, يمكن لك أن تفطر وتصوم غيره. فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب خليني أخذ أول مرحلة شيخنا, سو أخذ اللقاح ما بيفطر؟ لا يفطر. أخذ اللقاح مو بس اللقاح, اي ابره بالعضل او بالوريد لا تفطر. لا اي ما بتفطر. ابره هو اصلا ابره بالعضل اللقاح عم ينعطى هلا, هو ابره في العضل لا يفطر. وايضا الا مثل ما تفضل سمع الشيخ اذا كان له اثار عوارض, يعني بتشغل بدي احكي عن العوارض تحتاج لدواء او شيء. نعم تفضل. فاذا كانت هناك يعني عوارض كما قال سماحة الشيخ محمد أن الإبرة في العضل, وهو أيضا يعني فيروس اللقاح لفيروس كورونا هي إبرة في العضل, هذه الإبرة مبدئيا لا تفطر في ذلك اليوم, ولكن إن ظهرت عليك عوارض من الحرارة والسعال والإسهال وغيرها من العوارض التي ذكرها الأطباء فلا حرج في أن تفطر وتقضيه, فهو يوم يعني أعطاك الله سبحانه وتعالى فيه من أجل الصحة. بعد ذلك إن شاء الله أن تفطر ثم تقضي هذا اليوم بفضل الله وعونه. تمام شيخ محمد, نفس الأحكام فيما يتعلق نفس الأحكام ما في خلاف, في شيء مرجع بيقول لا كل مرجع في توافق بشكل عام كل المذاهب تقول أن الإبرة في العضل لا تفطر واللقاح هو إبرة في العضل. طيب بما يتعلق بالعوارض الشيخ ذكر أنه بتقضوا له هذا النهار فيكم تفطروا إذا صار في عوارض, إذا صار في عوارض اضطر يأخذ دواء بحيث أنه أفطر. فهذا صار, فمن كان منكم مريضة فعدة من أيام أخرى فيقضي هذا اليوم, وهنا لا يجب عليه الفدية أيضا. لا كمان فيش فدية, لا ما في فدية, ما عليه إلا فطر, ما عليه إلا أن يعني يقوم بالقضاء. أكيد أنا رح أتوسع أكثر بموضوع المرض, وش هي إنه في أشخاص عندهم سكري في أشخاص عندهم ضغط, بدنا نتحدث عن هذا الموضوع ضمن الشق الآخر من الحلقة. بس أيضا بدي ضليني بموضوع كورونا بما يتعلق بهذا الموضوع. كان في حكي عن إنه بما يتعلق بلقاح جونسون أند جونسون إنه هيدا أدينو فيروس في مأخذين من الفيتل تبع الأطفال أو شيء. شفنا الكاثوليك كانوا عم تقول الكنيسة الكاثوليكية لا رعاياها إنه إذا في غيره خدوا غيره, إذا ما في إلا هو خدوا. عندنا نحن بالإسلام شو الموضوع؟ بلش معك بهذا الموضوع شيخنا محمد. يعني لم نتصلنا أي تقارير تمنع أي لقاح من اللقاحات, نعم, باعتبار أنها في النهاية هي تصبح أدوية, نعم, وهذه الأدوية لا مانع من أخذها, نعم, مهما كان مصدرها, مهما كان مصدر تبعها. نعم. تفضل. نعم. شيخ محمد. يا سيدي الفاضل, يعني دائما يعني إن الله أنزل لكل داء دواء, وهذا الفيروس الذي انتشر بهذه الصورة وعم وأصبح من عموم البلوى, نعم, فلا بد لنا أن نتقيه بأن نأخذ الدواء لهذا الفيروس الذي انتشر, وهو فيروس كما يقال كوفيد 19 أو فيروس كورونا. نعم. والله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المعافي. أكيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتداوى لكل داء دواء إلا الكبر فإنه ليس له دواء.
أما أن يعني إذا حل البلاء أو حل الوباء في منطقة لا ندخلها وإذا كنا فيها لا نخرجها ولا نخرج منها، وإن كان هناك دواء لهذا الداء فلابد لنا من أن نأخذه حتى لا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. ذكرتوا أنتم إذا أخذنا إبرة بالعضل ليست مفطرة، وأكيد في سؤالات عم تجي في هذا الموضوع. الحاج ريما الأشقر عم تسأل ضمن هذا النطاق السؤال اللي أنا بدي أسأله. تفضل. في فحوصات للكورونا بسموها أنتيجين تيست، يعني في بي سي ار اللي هو بي سي ار بيفطر شيء ما بيفطر بي سي ار. طب في الانتيجين تيست اللي هو بيسحبوا دم، نعم هذا بيفطر كمان؟ لا، لانه في عالم كمان عندهم فحوصات دم. يعني عم بتقول ريما الحاج ريما، هل سحب عينه من الدم للفحص مفطر؟ لا مش مفطر، لا يفطر الا اذا سحبوا كميه كبيره. اما بالنسبه لفحص كورونا، نعم حاله الاضعاف، نعم انه يؤدي الى الاضعاف. اما اذا حتى التبرع بالدم في شهر رمضان لا مانع منه. المفطر هو كل ما يدخل عن طريق المعدة، عن طريق الحلقوم. طيب. هذا مفطر. لكن الأبر أو سحب الدم أو شيء إلا إذا أضعف الشخص واضطر لأخذ دواء أو شيء، ذاك الوقت شيء آخر. نعم. فأخذ عينة من الدماء لفحصها لا شيء فيها. هل أنت ذكرت الكمية، عندكم شيء كمية محددة مولانا في المذهب؟ والله إذا كانت الكمية تؤثر كما قال سمعت الشيخ على ضعفه جسديا، لأن عندما يتم التبرع بالدم ويؤخذ منه ما يقارب يعني 500 سي سي، وكل هذا قد لذلك يعطوك ما تستطيع أن يعني تشربه من العصيرات أو السكريات أو الأشياء، فهذا طبعا يفطر. أما إذا كانت فقط يعني تنحصر في أن يؤخذ هذه العينة من الدماء من أجل فحصها لتبين أن لديه مرض كورونا أم ليس لديه مرض كورونا، لا شيء في هذا. مزبوط. هو أصلا إذا واحد بده يفحص كورونا بيكون يعني شوي مش كتير بياخده منه. نعم. أنا بدي أتشكر عم يتفاعلوا معنا، أنا بحب هيدا التفاعل والأسئلة لأنه هي بتغني الحلقة بالنهاية. ملاك وخلود بنفس الوقت صار عندهم توارد أفكار وسألوا نفس السؤال. نعم. القطرة في العين تفطر ولا لا؟ هلا إذا وجدوا طعمها في الحلق فطر. هنا كما ذكر فضيلة الشيخ أنه إذا دخل شيء إلى المعدة عن طريق الحلق، نعم. أما إن كانت فقط من القطرات التي يعني ترطب العين لا شيء فيها. أوكي. بس هون ساعتها عم تاخد ريسك، يعني عم تاخد انت هون شوي صار في انه يمكن شك بالموضوع. انت عم تاخد قطره. اما اذا كان هناك ما يسمى قطرات ما يسمى بغسيل العين هذا شيء اخر. شيخ محمد، لا عندنا في نحن قطره العين لا تفطر حتى لو احس بالطعم، لانه هذا الطعم وليس ماده. اوكي. فلو حتى لو احس بالطعم فهي ليست مادة. نعم القطره عن طريق الانف أو الفم هذه بتفطر. سو أنف أو فم تفطر أو العين لا تفطر. أذن عين لا. نعم. شيخ محمد أنتوا إذا لا. حس بالطعمة إذا طبعا. دخل يعني هو إذا دخل، لأنه في بعض الأحيان يمكن سمعت الشيخ حشرها بالقطرة بقطرة العين، ولكن هناك أيضا sometimes عندما يكونوا يعملون في المصانع يا سيدي وتتأثر عيونهم ببخار المصانع، يأتون إلى هذه الآلات التي يضعونها لتغسيل العين، فهذا ممكن أن يدخل أكثر من طعم في هذه صار حالة استثنائية. ما هو الفكرة أن العين أي شيء يدخل عن طريق العين أو الأذن، لكنها إن كانت هذه القضية يعني تدخل، نحن اعتبرناها من قبيل المرض أيضا يعني وليس من قبيل، لأن ليس من العادة أن يدخل أي شيء مغذي عن طريق العين يا أخي. طبعا. إما عن طريق الأنف كما قال سمعته أو الفم. هذا يعني الحالتين التي ممكن أن نطعم بها الإنسان الذي لا يستطيع أن يأكل بالشكل الطبيعي. فممكن أن يكون بالبايب أو بالأنبوب يعني أو بالهذا. فهنا إذا دخل أكثر من يعني كمية معينة وشعرت بطعمها ويعني دخلت ممكن أن تؤدي إلى الإفطار. بشكل عام إذا واحد بلقط عن حديثك، إذا واحد عنده شك في موضوع ما، مش من الأفضل أنه يكمل الصيام وبعدين يسأل شيخ؟ يا سيدي الأفضل يعني هو بحساب الوقت يا أخي. إذا كان أول النهار أو منتصف النهار أو آخر النهار، يعني الآن تقول لي قبل الإفطار بدقائق
لا لا أفضل أن يسأل قبل أن يستخدم. لا هذا الاستخدام وليس بعد الاستخدام. تمام. يعني قبل الابتلاء وليس بعد البلاء. للأسف معظم الناس يسألون. بيسألوا بعد ما تصير. بعد ال. بعد ما يضرب الفيس. بعد الحالة يعني. لكن حتى على سبيل يعني المثال هناك أشياء كثيرة جدا يعني. يعني تحدث نعم. للصائمين نعم. حتى انه من عادته انه اذا قام من النوم ياتي بقاروره الماء جنبه يشرب فهذا يعني وضع مش شرب وضع نصف يعني. طب اذا تذكرت انك يعني صائم فلا تكمل توقف عند ذلك ويعني يمكن أن تكمل الصيام إنما أطعمك الله وسقاك. نعم مية 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 مية. في فيديو ذكرتني فيه على تيك توك حاطين فيديو على نعم. سبيل النكتة يعني بقصة إنه واحد لما بيشرب بالغلط أو بيأكل بالغلط إنه في واحد وقع وأكل يمكن نص سندويشي وشرب نص قنينة باي وما بعرف شو وبالغلط. بس خلينا نرجع لموضوعنا. مغمض عبد الله أو عديلة عم تسأل عن غسل الأسنان والمخمضة تصدر يعني في أوقات الماوس واش عشان ما تطلع ريحة الأنف تم بيعملها. أنا بعملها كل نهار يعني صراحة. هي هذه نحن الأساس أن لا يدخل إلى المعدة شيء. طب هل يا ترى بتنفنف بعد ما تخلص؟ لا تبصق ثلاث مرات على الأقل. ثلاث مرات بعد ما تنظف المادة تبصق ثلاث مرات خلاص ما عاد في ما في داعي للحرج. تمام. المهم ما يدخل الشيء على المعدة يعني. هو قوسوها على الوضوء يا أخي. قوسوها على ما في شيء بالوضوء بتفوت ماء بالمضمضة الثلاث فقوسوها على الوضوء. أي شيء تضعه في فمك طالما لا تجد له طعما في حلقك وينزل إلى معدتك لا شيء فيه ولكن الاحتياط واجب. يعني يعني ألقى كذلك يعني الذين هم متعودون خاصة الذين يذهبون إلى مدارسهم إلى أعمالهم يعني بنطفوا أسنانهم بالفرشات فهذا لا شيء في ذلك يعني من أجل أن يكون هناك طهارة. أما أن ينظف فمه بعد الزوال فهنا فيه قول. ليش؟ لأن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يعني في الصباح. نعم. أما في في فيما قبل الزوال يعني قبل الإفطار حتى قالوا لا شيء فيه إنه تطلع ريحة من المعدة من الفم طبيعي يعني. لا هذا شيء طبيعي فالأفضل وخاصة إذا كان يؤذي أحدا يعني. نعم استحباب والكراهة. نعم. طيب ضمن موضوع كورونا شيوخنا الأفاضل عم بيصير عم تشتكي عالم من حالات عم بتصير وين في أشخاص عم بينصابوا بالكورونا. نعم. وعارفين حالهم مصابين بفيروس كورونا وعم بيطلعوا عم بيخلطوا عم بيطلعوا يعملوا زيارات عم بيروحوا على الشغل حتى في مؤسسات تجارية عم بيكون في عندهم عمال مصابين بالكورونا ما عم بيسكروا لحتى يعقموا ما عم بيبلغوا الزبائن تبعهم إنه في عنا إصابات بالكورونا. تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد الفضل الكريم الذي يعلم أنه مصاب أو أنه قد تعرض لهذا المرض فالأفضل أن لا يؤذي غيره نهائيا. وهذا يعني تصور أن بعض الفقهاء المحدثين قالوا أن هذا الأمر يمنعه حتى من المشاركة في العبادة يعني في صلاة الجمعة. أوكي. وقالوا أنه إذا تيقن أنه يعلم فهو آثم. أوه واو. فهو آثم لأنه يضر غيره بذلك. وقلت لك إذا ظهر الوباء في مكان وكنتم خارجه فلا تدخلوا وكنتم داخله فلا تخرجوا منه. ليش؟ حتى لا يعذب أو لا يعني يصاب الآخرين بهذا المرض. فإنهم إن فعلوا ذلك حفظوا أنفسهم والآخرين. فإذا كنت مريضا إلزم يعني منزلك. وهنا القوانين المرعية في العمل وخاصة في مصانع الأغذية. أوكي. إذا كان مش كورونا إذا كان عنده رشح إذا كان عنده يمنعه يعطونه ذلك اليوم إجازة مرضية. فإنه إذا يعني لا عذر في من أصيب بالمرض ولم يمتنع عن زيارة الآخرين أو الذهاب إلى العمل أو حتى الذهاب إلى ما يعني بيت العبادة فلا بد منه أن ينفصل وأن يعني ينعزل عن الناس حتى لا يصيب أحد بهذا المرض. طيب في هذا الكورونا بس من عزل إذا من عزل آثم يحرم عليه آثم. شرعا
آسف. طالما أنه عنده المرض يحرم عليه شرعا أن يختلط حتى بعائلته. نعم نعم نعم. I would like to explain it in English as well for our for our يعني distinguished and dearest يعني viewer audience. I would like to say that if you know certainly that you have been exposed to, you know, to COVID-19 or virus corona, you have to isolate yourself even from your family. You cannot just go in, you know, and expose the others to this virus, because that is really a sin that you are committing. If you know that you are exposed to corona or you have corona, you need to isolate yourself from your family, from your friend, from the places of work, from the places of worship. Even it is a sin, and يحرم عليك كما قال الشيخ, it is prohibited unto you. So please, young men and women, yes, we are in Ramadan and we do go socialize and have what you call hookah and ardili. Please be mindful and do not get involved into that, because you're harming yourself and this is prohibited, and you're harming the society, and that really is sin in your sight. May God the Almighty make you to be wise and not to get involved into these actions. Amen. Sorry, I mean, Sheikh Muhammad. نفس الشيء, نفس الكلام. يعني في الشريعة الإسلامية أن تضر بنفسك ربما جائز, بعض الضرر حرام, لكن أن تضر غيرك حتما حرام. طيب. فالإنسان اللي عنده مرض معدي لا يجوز له أن يختلط بالآخرين. نعم. وهذا بدأنا من السنة الماضية تحدثنا عن هذا الأمر. بعض الناس يقول أنا بدي أروح صلي, شو المشكلة؟ إذا بتعرف حالك معك كورونا لا يجوز. لا يجوز. يحرم عليك ذلك, لأنك سوف تسبب في أذى الآخرين. أنت يمكن تتحمل, بس غيرك يمكن ما يتحمل جسمه. exactly. وخاصة إذا نعم. كان يعني نعم. بعمر متقدم, وعلينا الالتزام بالكمامة. أنا أخذت إذن الآن لأنه كلهم يعني الكمامة هذه لابد منها. يمكن تعترضون علينا لماذا نجلس بدون كمامات. نحن أخذنا اللقاح, ولكن يعني سألنا بعضنا قبل أن ننزع الكمامة صحيح. إذا كان أحد يشعر بأي عوارض, قالوا لا, فقلنا إذن نحمد الله على ذلك ونبدأ في هذا البرنامج من أجل أن نلقي الضوء في هذا الشهر المبارك, شهر الصيام. الصيام انتبهوا, هذا الأمر مهم جدا يا أخواننا. أنت تصوم لتتقرب إلى الله بالطاعة, فلا تؤذي أحدا, لأن هذا الشهر هو شهر السلام, شهر المحبة. نعم. شهر أن تتمنى للآخرين أن يعيشوا بصحة وعافية وسلام, ونحن نقول صوموا تصحوا. فكيف بنا إذا ما كنا نصوم ونشترح مثل هذه الأمور في الليل. بارك الله فيكم وأعطاكم. خليني أخذ شوية أسئلة من متابعينا, بس نأخذ أسئلة من روح على البريك, وبعد البريك منكمل بالقسم الثاني من الحلقة. وفي هذا القسم سوف نتكلم عن الأحكام فيما يتعلق بالأشخاص اللي بيجوز لهم ما يصوموا, أو بالحالات الممنوع يصوموا أصلا. هيدا بالقسم الثاني من الحلقة. أكيد أنا عم بقرأ تعليقاتكم, بدي أخذ شوية تعليقات. ما تنسوا أكيد تعمل شير للحلقة لحتى يستفيد أكثر عدد ممكن من العالم من المعلومات المقدمة. ميمو عم بتقول جزاكم الله خير, وعم تسأل إذا وجه أو وجه شخص إهانة لغيره بغضب هل يفطر؟ لا لا يفطر, يرتكب إثما لكنه لا يفطر. شيخ محمد, لا يصل إلى حد الإفطار إلا إذا شهد زورا أو قال كلاما فيه كذب وفيه أزية للناس. هذا عند بعض الفقهاء قالوا أنه يفطر. طب إذا صار في شتائم بالموضوع وصار في شتم يعني لا يفطر لكنه يحرم. يحرم يعني ارتكب محرم في شهر رمضان فيكون إثمه أكبر, ولكن لا يؤثر على الصيام. تمام. أم كريم بتقول في ناس بياخدوا دواء تحت اللسان هني وصايمين. لا يجوز. لا يجوز يفطر هذا إلا إذا كان للضرورة فيفطر, لكن يقضي. يعني إذا كان الدواء وصفه من الطبيب أنه ياخده تحت اللسان فهذا عبدوب بفوت على الحلق. مزبوط أكيد. فهذا مفطر فقط يقضي, لا ليس عليه فدية. لأنه عادة الذي يؤخذ تحت اللسان إما أن يكون فيتامين كفيتامين B12 تضعه تحت اللسان أحسن. وهذا يعني يفيد الجسد, وإما أن يكون دواء للقلب عادة يشعر بهذا الأمر فيأخذه. فهنا في حالة القلب هذا مريض يعني لابد من أن يأخذه إلا شيء ثاني. أما الذي يأخذ حبة تحت اللسان فتذوب كما قال فضيلة الشيخ بهذا الموضوع, لا, هذا يعني يكون قد أفطر
وعليه القضاء إلا إذا كان مريضا يعني ويوصف له فلا عليه يعني هذا لا، إلا أنه يستطيع أن يعني يبرمج أخذ الدواء قبل يعني الفجر فهذا لا شيء. شيخ محمد ريما عم تسأل عم تقول هي بتقلد مرجع متوفي، السؤال هل يمكن أن تعدل إلى مرجع آخر فقط بخصوص شهر رمضان؟ يعني مش بكل شيء بس بشهر رمضان تروح على مرجع تاني؟ إذا كان المرجع الحي أعلم نعم يجوز، وبس برمضان؟ نعم برمضان عموما. هي عم تسأل بس برمضان، عم بتقول خصوص رمضان فقط، يعني هي شكلها بدها تضل على تقليد هذا المرجع بكل شيء بس بشهر رمضان بدها تقلب على يعني مرجع تاني. نعم يجوز يجوز. شيخ محمد انتم يجوز هذا الكلام، لانه اساسا انت عندما تسال يا اخي استفتي قلبك، ولو افتاك المفتون وافتوك، يعني اليوم انت لابد ان تحكم القلب والعقل والروح فيما تقوم به، وخاصه في مجال العبادات، اما في مجال العادات والاشياء هذه ما فيها شيء. خلود عم تسال في حال النسيان انه حدا اكل شيء بالغلط، مثل ما ذكرت قبل شوي انه الشرب شفي بالغلط او اكل شيء بالغلط، هذا بيفطر ولا هذا معذور؟ لا يفطر، لا هذا يصوم ويتابع صومه بس ما بيتكمل الشرب. يعني هذا الامر انما اطعمه الله وسقاه من اكل او شرب ناسيا. لا وخاصه هذا تحدث عند الكبار معظمهم يعني لا نستثني منها احد. يا اخي تحدث مع الانسان ينسى خاصه في الايام الاولى. أي نعم. معود خصوصا مثل ما قلت قبل شوي انه محول حاطط انيب مي حده بس في الصبح يقرع على انيب المي بس يخلص الكرعة بيتذكر. لكن هناك امر امر لابد من بيانه يا اخي. انت استيقظت يعني طبعا يعني بعض الاحيان ينامون في غرفهم وهذه الغرف معتمه لا يفتحون البراد، يستيقظ ينظر مثلا او يكون بعد ما طلع بالساعة او الساعة كانت مأخرة دقائق او دقيقتين او ثلاث فلا شيء فيها، لان الصيام ليس فقط على الساعة يا اخي. يعني معلش انت تقول لي والله زاد دقيقتين نقص دقيقتين، كنت بدي اسالك هذا بموضوع الامساك. انا فتحت له طيب مش مشكله لكن اخذه على ذلك. خليني هلا زي ما ذكرت موضوع الامساك، في عالم حرام يعني بخيل امساك لتسي على 455 هلا مش هيك على 455 اي ساعه الامساك اليوم بدون ما تحفظ انه وقت معين لتسي الامساك على 5 وقمت انت فقت على 5:05 او 5:10 شو بصير بهذه الحالة؟ إذا كان نحن المأخوذ الإمساك عن على أساس وقت الفجر فلا يصح. لا يصح. فلا يجوز. نعم. خلاص خمسة دخل خمسة. دخل وقت الفجر إلا إذا كان عنده شك في دخول الفجر. هذا ما قلناه الآن. في إذا كان في شك في دخول الفجر يستصحب الليل. كيف بتعرف إنه في شك بدخول الفجر؟ الإنسان هاي مثل ما قال الساعة مو يعني أحيانا الجو احيانا لمعايير معينه. إيه بس ما انتم حاطين رزنامه ل لا الرزنامه هي وقت فلكي يا اخي، الرزنامه هي وقت فلكي وهو تقريب نحن يعني نقوم بهذا الامر بهذا الشكل، وهو ايضا استقراء معروف بهذا الامر. ولكن افترضنا ان الجو اليوم مختلف تماما اوكي يعني عابق في مناطق اخرى غيوم لا يرى فيها يعني ضوء نهائي، فاستيقظ من النوم ونظر وجدها فشرب ثم تبين انه يعني قد دخل، هذا لا شيء عليه. اما انك تقول لي والله في الدقيقه اقول لك وكلوا واشربوا حتى يعني يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، فهنا نحن يا اخي عندما يكون هناك شك كما قال سمعت الشيخ يعني تتحقق. تمام طيب. لانك ستدخل عباده والعباده ثوابها عظيم من كريم الصوم لي وانا اجزي به، فلا يمكن دخول ذلك بهذه الاساليب. تمام. نور تحياتنا لك، نسيمه تحياتنا لك. بامريكا يمكن هيدي نحن مثل ما بتعرفوا ببلادنا الاذان في الاذان بتسمعه نعم واحساس جميل اكيد. بامريكا ما فيك تسمع الاذان والله فيك تحطه على التليفون طبعا. مش قصدي هذا الموضوع. نعم. في عالم بيسالوا عن المسافه الشرعيه اللي هن فيهم يسوقوها. نحن بنعرف ببلادنا بيقولوا لك انت طول ما انه فيك عم تسمع اذان طول ما انه بعدك صايم مزبوط ولا شو الحكم الشرعي فيما يتعلق بالمسافه؟ عفوا اسمح لي اشرح هذه القضيه. اشرح لنا لانه عم بيسالوا شو موضوع المسافه المتعارف عليها للسفر. ربما الشيخ محمد مبتلي فيها مثل حكايتنا نحن. ايه تفضل. انت تقصد حد الترخص. حد الترخص هو الحد الذي يسمح فيه للمسافر ان يبدا بالافطار.
وهو إما أن يختفي صوت الأذان أو لا يرى جدران المدينة. جدران المدينة جدران ما عاد يشوف جدران المدينة يعني لا يرى العمل كما يقول يعني. لكن مو الأذان المكبرات الصوتية الآن الأذان اللي بالصوت الطبيعي الصوت العادي بدون مكبرات صوت. شو ما في مسافة في مسافة السيد السيستاني تفضل شيخ. المرجع السيستاني حفظه الله يقول هو حد البلد حد البلد يعني مثل هلا احنا مدينة ديربون انت بتطلع من ديربون مثلا بتطلع من جرينفيلد وانت طالع صرت في ديترويت هالقد فاذا هذا هو حد الترخص وحد البلد هالقد بقى في المدن الكبيره مش مسافه المسافه حد الترخص هذا يعني متى مسمح لك اذا انت مسافر تبلش تاكل فيك تفطر يعني بس ما فيك تفطر وانت بالبيت لتوصل لنهايه المدينه تطلع اذا مدن كبيره نيبرهود الحي اوكي الحي الكبير هو هو شيكاغو مدينه كبيره جدا فهذا يسمى حد الترخص فليس متوقف فقط على الاذان الاذان او الخروج من المدينه تمام نعم سو ما في مسافه معينه يعني ما نحن حضرتك عم تحكي حسب حد حسب الترخص ما في مسافه حسب حسب السيد السيستاني عم تحكي انت ضمن حتى عند السيد محمد حتى عند الكل يعني هذا اسمه حد الترخص هلا يعني بس المدينة طب كيف نحن عنا بلبنان كانوا يقولوا له سوق 20 كيلو متر انت عم تحكي عن السفر لا 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 تخلط لا تخلط اسمع لي شو نحن انا خليني اخلط عشان هم يفهموا انت سألت السؤال عن حد الترخص لا انا سألت عن السفر انا قلت ما هي المسافة المتعارف عليها للسفر لا اول شيء تحدثت عن الترخص الأذان وما أداء طيب هذا حد الترخص شوف الترخص والسفر المسافة السفر عندنا نحن عند فقهائنا عموما هي 22 كيلومتر ذهابا أو 44 كيلومتر 44 إذا 22 كيلومتر 22 كيلومتر ذهابا وإيابا يعني 44 كيلومتر راوند تريب أي راوند تريب يعني 44 كيلو أو 44 فقط ذهابا اوكي سو 44 كيلومتر ذهاب نعم. او 22 كيلومتر راوند تريب يعني رحت ورجعت تقريبا 13 ميل بامريكا يعني تقريبا تقريبا 13 ميل أيه. بس هذه انت بتحسبها مش من بيتك بتحسبها ايضا من حد الترخص يعني من حدود المدينه أيوة اللي انت بتعيش فيها بتحسبها من حدود المدينه هلا هلا عم بتعلم نعم. اليوم شغلت جديد خلص نعم. خضر فينا نقول له لخضر عب البيت انا حابب سو بيسكلي نفس المسافه عم نحكي نحن عند الكل لا عندنا سنه في اختلاف بالمواضيع نعم في خلاف المسافه ولكن يعني فضيله الشيخ يتحدث بحد الترخص متى تستطيع اذا كنت مسافرا ان تاكل او تشرب فقالوا ان تترك مدينتك او تترك منزلك الى حد اوكي المدينه او الحي ثم من هناك تستطيع ان تشرب او تاكل او الى اخره هذه اتفقنا عليه هذا الكلام اللي هو يعني يصب بحد الترخص تمام. السفر عموما يعني وان كنتم مرضى او على سفر فاذا كان الانسان على سفر هذا السفر سواء كان بالطائره او بالسياره او بالقطار او يعني السفر عموما لان السفر قطعه من عذاب فترخص لهم ان يفطروا في السفر اوكي ويصوموا في الحضر اي من شهد منكم الشهر فليصوم اي من شهده في مقامه في بيته فليصوم ذلك فالسفر هنا نحن يعني لدى المدارس الفقهية والمذاهب الفقهية عموما يعني في الخمس مذاهب المعروفة أنه إذا سافر أو نوى أن يسافر قالوا أن يكون سفره يصل إلى 70 كيلومترا يوم أو أقل يعني بمعنى أن السفر الذي فيه لأن السفر قطعة من عذاب أوكي فهنا ترخص له أن وفي فقهاء الحاضر لأن السفر تنوعت أساليبه نعم. في الماضي السفر كان يختص يعني بالدابة أو مشيًا أو حصان أو حتى مشيا على الأقدام يأخذون هناك ماشي فهذا يختلف تماما عن سفر اليوم سفر اليوم إذا كان يعني رجل شاب ما شاء الله عنه يستطيع أن يصوم يصوم أما أنه لا يستطيع أن يصوم وهو يعني سيتحمل فلا ليس عليه سفر ليس عليه يعني 70 كيلومتر اللي قلتها 70 كيلومتر بالنسبة للمايل بدك تشيل كل كيلومتر is 1.6 مظبوط
اوكي بس قصدك 70 كيلومتر بيضل صايم هودي فيهم يعني لا بيفطر 70 كيلومتر بعد ال 70 بيفطر اذا كانت ما شافته 70 كيلومتر سواء رايح او جاي فهذول ال 70 كيلومتر يفطر. طيب يفطر. سؤال في اشخاص عمدا بسوقوا عشان يفطر يعني خي واحد في يوم اجى عم يوجع راسه او ما عنده ما بعرف شو او خي خطرت معه او في اوقات بيصير انه عيد هيدا عند فور اكزامبل المرجع كذا العيد عنده الاربعاء المرجع كذا العيد عنده الثلاثه بدهم يعيدوا كلهم مع بعض بيجي واحد من العائله بيروح بيسوق له 20 او 22 كيلومتر مثل حضرتك ذكرت مولانا بيفطر وبيرجع السفر المتعمد او الافطار هذا افطار متعمد صار مش هيك؟ نعم طالما أنه حقق عنوان السفر فدخل في مفهوم الآية الكريمة في مصادق الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر, على سفر. حتى لو متعمد حتى لو كان بقصد الإفطار المهم أن يكون سفره مباحا كيف مباحا يعني ما رايح ليعمل شيء محرم لا خير راح 22 كيلومتر ورجع عفوا صحة شيخنا نعم. كنا عطيناك معي والصايم أنت هلا حتى يعني لو راح بس لغرض الإفطار نعم نفس الشيء لا مش نفس الشيء لأنه صح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر عليه فنحن إن يعني إذا تحققت النية في السفر ولا لابد أن يكون السفر لشيء مباح كما قال يعني فضيلة بس هذه قصة السفر بس قصة أنه يسافر بنية الإفطار كما قال الإعرابي قالوا له لقد جاء رمضان قال لا والله لأقطعنه بالأسفار دل يسافر يعني, طيب. يعني هذه الأمر فالأفضل إذا كان في سفر وإذا كان يعني هذا السفر له فيه طبعا لأنه الإنسان يسافر مهما كان سواء كان يسافر لأمور يعني أعمال أو لأمور دراسة أو لأمور حتى لزيارة يعني أحد مهم بالنسبة له فلا شيء في يعني لا شيء في ذلك ولكن في رمضان الذي يعني رغب فيه ونص عليه أن يهتم بهذا الشهر من أجل أن يستزيد من ثواب الله من التقرب إلى الله من أن يدع نفسه يعني في كثير منهم أنا يعني أذكر بأحد إخواننا كانوا يأخذون عطلة عملهم في رمضان حتى يقوموا بالعبادة ويقوموا بهذا الأمر ورمضان كما تعلم يعني عمرة في رمضان يعني سمحت الشيخ هي في ناس أحيانا يجهدهم العمل نعم يعني يعمل في أماكن حارة مثلا مزبوط يعمل في كذا فهذا حتى يستطيع يعمل بيروح بيسافر مسافة وبيرجع أنا أتذكر العاملي في البناء تحت الشمس كذا يسافر 22 كيلومتر يفطر ويرجع مشان يحسن يكمل عمل فهذا يعني حقق عنوان السفر يفطر ما يعني ما عليه شيء على مبدأ دين عسر لكن يجب أن يقضي يجب أن يقضي طيب أنا تأخرت شوي على البريك مسترسل معكم تفضل أهلا وسهلا يا سيدي أكرمك الله بس إذا بتسمح لي أجاوب سؤال الأخت ركزت عليه تذوق الطعام نعم أنا بدي أسأله هدول كوين وهون تذوق الطعام خليني أقرأ السؤال كونك ذكرته يا ماما عم تسأل هل تذوق الطعام بدون البلع وبعد ذلك غسل الفم هل يعتبر إفطار هذا السؤال المطروح طالما لم يدخل إلى الحلق فقط تذوق ملحه أو حلاوته مرارته فهذا لا يوجد مشكلة نفس الشيء أجازوا للمرأة أن تتذوق الطعام لن أجازوا لها لكن في رمضان اسمعني جيدا في رمضان فعلا يا أخي هناك أمور كثيرة جدا تحدث نحن نوصي جميع إخواننا الصائمين بأن يكون لديهم هذا الخلق الذي يتميز به رمضان فلذلك المرأة إذا ما ذاقت طعامها لا شيء فيها تغسل فمها لا شيء في ذلك يعني حتى الفقهاء أجازوا ذلك بالنسبة للطعام سواء كان للمرأة أو حتى لمن يعمل في مطعم يا أخي ايه. يعني واحد بيطلع من مطعم عشان الأكل يتاكل على الإفطار أحلى ساعتين سلام أكرمك الله بريك كتير 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 قصير فاصل كتير قصير رح يكون الفاصل الأول والوحيد بهيدا البرنامج رح ناخد الفاصل بشكل سريع جدا بعد الفاصل رح نكمل في الحديث وفي تناول مواضيعنا وناخد أسئلتكم عم بيجي أسئلة كتير كتير كبيرة أنا بتشكركم على هذا التفاعل اليوم في هذه الحلقة وهذه الساعة والوقت
يعني شيوخها مخصصينه لإلكم لتستفيدوا من معلوماتهم، فأكيد استفيدوا واكتبوا أسئلتكم وعملوا شير للحلقة لتوصل أكثر عدد من المشاهدين. بريك ونرجع. سبلايز متجرك الأول إن كنت تبحث عن إضاءة مميزة للمباني السكنية والتجارية، بالإضافة إلى الثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال بتصاميم عصرية وأسعار مدروسة. IB Lighting Supplies بإدارة عماد بوسي. زورونا الآن، هاتف 313-438-6516، العنوان 22325 Westmoreland Avenue Dearborn Heights. أكيد بنرجع لكم بهيدي الحلقة المباشرة من برنامج عبق من الرحمة، وأكيد التحية موصولة للأستاذ خضر فرحات، ونتمنى له الشفاء العاجل أكيد والعودة إلى هذا البرنامج وليكون مع ضيوفنا الأفاضل. أكيد أنا مبسوط بكمية الأسئلة اللي عم تجي، هذا التفاعل المطلوب منكم من ناحية الأسئلة، فأكيد ما تستحوا، ما في شيء لا حياء في الدين صراحة. وحتى إذا بدكم تتواصلوا بشكل مباشر أو عن طريق الخاص فيكم تبعتوا رسالة وفينا نسأل سؤالكم إذا في شيء سؤال بسبب أحراج أو شيء. بدي كمل بمواضيع، بدي هلأ فوت بموضوع أكيد فيما يتعلق بالأسئلة. إن شاء الله يمكن الشيخ محمد very active على السوشيال ميديا يغزل بجاوب على أسئلتكم إذا في شيء سؤال بوصل نادو. هو شغلي قال لي يا شيخ محمد خليني أعمل شير على الفيسبوك قبل ما تبلش الحلقة. مهم هالموضوع. بدي بلش معك شيخ محمد بهذا القسم فيما يتعلق بالأشخاص اللي عندهم مرض ما ومش مطلوب منهم يصوموا بشهر رمضان، من هم هؤلاء الأشخاص الذين يقعون تحت تلك الدائرة؟ يعني هلا هو السؤال مفروض يكون أعم، إنه من المرخص له بالإفطار؟ طيب هلا المرخص له بالإفطار هو المريض، نعم، والمسافر، ثم بيجي عنا ناس تانين وعلى الذين يطيقونه. يعني الناس الذين يكون يستطيعون الصوم لكن يكون شديد عليهم بسبب ظرف معين، مثل الشيخ والشيخة مثلا، الكبار بالسن، الكبار بالسن، مش الشيخ فكرتك هو الوحدة الأولى فكرتك عم بتقول مثل العجايز، خلينا الكبار في السن مثل العجايز، أو مثلا المرأة الحامل المقرب، يعني قربت من الولادة، أو المرضع التي صاحبة اللبن الضعيف إذا صامت بجف اللبن، مزبوط، فهؤلاء معذرون عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يصدق عليهم الذين يطيقونه، يعني يصومون لكن يكون شديد عليهم. نعم. هؤلاء لأنهم يستطيعون الصيام ولكن رخص لهم يدفعون فدية إطعام مسكين. من يرخص لهم؟ هل الله. الله سبحانه وتعالى. السؤال هل يترى بدهم يسألوا طبيب ولا من ذات نفسهم بيقول أنا غير قادر؟ يعني من يرخص له؟ هو بيعرف نفسه، هو بيعرف حاله، يعني مش ضروري يسأل شيخ أو طبيب. إذا وصلت لسؤال الطبيب هنا أصبح يعني في مرض، في حالة أحسن صار في مرض. هي بتعرف حالة أو الرجال بيعرف حاله إذا بيصوم بس عم يتعبوا كتير وما عم يحسن، فهذا صار هذا هذا عليه فدية، فدية إطعام مسكين قيمتها أو كميتها 3/4 الكيلو من الطعام، الطعام المشهور. هلا بأمريكا قديش خلينا نوصلهم إياها بالحكية، قديش بأمريكا هيدي ما فيك تقدر قديش 3/4 الكيلو من أي طعام مشهور؟ ربطة خبز، كيلو رز، مش من مش نفس فترة نحن عادة عم نحتاط بناخد $5 $5 أو 3. طب الموجودين بالبلاد بسوريا وبلبنان كم نفس قيمة ربطة الخبز؟ ربطة الخبز إذا كيلو أو 3/4 الكيلو بهالشيء. هلا نزل وزنه بلبنان، هلا 3/4 الكيلو من الطعام هذا الواجب. هلا إذا تطوع فهو خير، نعم، يعني إذا زاد دفع زايد هذا خير، نعم، فهو خير له. هيدا عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام.
هذا إذا كان يستطيع الصوم لكن يشد عليه. يشد عليه. يعني بيكون صعب عليه. طب أما إذا كان لا يستطيع الصوم. خليني بهيدي يستطيع بس الصوم بس لأنه نقطة مهمة. في يرجع خي في عالم بيقول لك أنا بالصيفية حر خي 90 درجة بالحرارة فاهمين كيف؟ ما فيني صومه. في خي صومه أنا بفبروري فيني صومه فبروري بدفع فدية تبع إذا هو بطالع بنص الصيفية. مش إنه والله يحكم بده يصوم وإذا ما استطاع. بده يجرب يعني. إذا ما استطاع بيشرب ماء بحيث يرد الرمق بس يسد الرمق تبعه لكن يقضي فقط بس مش بياخذ راحته بالاكل وخلاص انا ما بسين بدي صوم لا بيصوم بضل صايم لحتى يشتد عليه الالم يشتد عليه الصوم ما عاد يتكيف هذاك الوقت بيشرب شيء من الماء وبحس يسد الرمق بعد المدى بكمل بس لازم يقضي تمام. بس بكفاره ما في عليه كفارة ما ولا فدي هوني أوكي. لا فدي ولا كفارة هون بهالحالة كمل الفكرة تبعك فقط يعني. فيما يتعلق بالشق التاني ايه. من ال في لا في 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 ناس أنا لاحظت إنه بيمرضوا ما بيصوموا بدهم يقضوا بعدين نعم. مع ذلك بيدفعوا فدية أوكي. المريض لا المريض ما بيدفع فدية لا فدية تعالي المريض لا فدية لا المريض ليس عليه فدية أوكي. فقط اللي بيصعب عليه الصيام بدون ليس بسبب المرض أوكي. لما بسبب الكبر بالسن أو الحمل أو الإرضاع كما قلنا نعم شلون يعني لتسي حدا مولانا أنا حتى أوصل أفكاري بطريقة كمان مبسطة لتسي حدا بيصوم بس يصوم بيصير معه مايجرين بيصير معه وجع رأس شديد جدا 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 إلى حد أنه بده يتقيع هيدا كمان بيعتبر شدي يعني إذا ما يستطيع لازم يأخذ دواء نعم خي ما بده دواء بس وهو اذا خي توقف عن الدواء عن الطعام والماء بيصير عنده وجع راس قوي كتير نعم هذا شو بيصير في حالته هيدا بيعطلوا عن شغله بيعطلوا عن حياته الطبيعيه اكيد عندك وجع راس قوي جدا ما راح فيك تركز بالشغل اذا صار لازم ياخذ دواء يتابع حياته بس لا يجب عليه فديه وانما يقضي طيب خليني فوت الشيخ محمد معنا بنفس المحور الشيخ محمد اسم الله اثنينكم محمد قسمهم إلى قسمين الشدة والمرض نعم مولانا بارك الله فيك وبارك الله يعني فضيلة الشيخ محمد هي نفس الموضوع لأن الموضوع الذي جاء هو موضوع آيات في القرآن الكريم وهو ترخيص من الله سبحانه وتعالى إضافة إلى ما ذكر فضيلة الشيخ من المرض والسفر وعدم القدرة على الصيام أو في التفصيل الذي سنذكره لكن هناك أيضا الذين لا بد لهم أن تكون أعمالهم يعني في حدود الجيش نعم لأنه العسكر وهذا الأمر يعني أيضا وهناك الذين يعملون في حماية أرواح الناس نعم يعني الأطباء الذين يقومون بعمليات يعني بين يديهم هذه الأمور التي يعني يذكرونها من الأشياء التي ذكرناها فالمرض كلهم متفقون في أن الذي يمرض إذا كان مرضه يبرأ أي يشفى منه كمرض يعني التهاب مرض وشح مرض أشياء يعني أوجاع ممكن أن يشفى منه بالدواء فهو يعني يقضيها وكما ذكر لا شيء عليه لا فدية عليه ولا كفارة عليه هو فقط يعني إذا تصدق فهو خير له أوكي ولكن يبد أن يصوم نعم متى يصوم أن يكون بعافية وقالوا أنه يصوم في حدود السنة التي أفطر منها ولكن قد لا يكون يعني لديه واقع في منهم إذا أفطر بنتظر مثلا إلى الشتاء أن الوقت أقصر بصوم يعني بالروح لا شيء في ذلك يعني بهدي أنت يمكن ينطبق عليها الحامل اللي ولدت يمكن ما فيها صامت بعدين غيرت حالتها لأنه خلاص هو وحمله وفصاله 30 شهرا أو إذا حدا عمل عملية فور إكزامبل نعم وهيدي آنية نحن نسميها طبعا يعني يبرأ منها وفي أمراض مزمنة هنا بقى الأمراض المزمنة نعم. هذا أمر آخر هذا بيدفع فدية هذا بدي يدفع يعني عم نحكي احنا عن سكري ضغط قلب سبحان الله اكثر من ذلك كانسر يا اخي كانسر 100% يعني اكيد يعني هذه الامراض عنا وعنكم يعني. الامراض التي فيها مرض الكلى لا يستطيع ان يصوم مرض يعني الامراض اللي هي تعتبر في الجهاز العصبي والجهاز المعوي وحتى امراض الدم وحتى كل هذه الامراض
مهما كان العمر إذا كان مرض بهذه الصورة لا يستطيع الصيام، هنا كما قال فضيلة الشيخ عليه الكفارة. إذا تسمح لي أقرأ لك فتوى بتوضح هذا المعنى، أنه متى يجوز أو ما هو شروط صحة الصوم. نعم. شروط صحة الصوم عدم الضرر لنفسه ولا مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمله مثله عادة، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن والاحتمال. يعني حتى إذا احتمل الضرر بيفطر بها الحالة هذه. الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية. أها. شايف؟ يعني ففي جميع ذلك لا يجب الصوم. كالذي يعني مثلا عنده نشفان، إذا كان عنده نشفان في الحلق أو في اللسان ولا يستطيع أن يعني لابد من أن دائما يشرب الماء، لأنه لا يستطيع. يا أخي هذا أمر، هذا كثير العطش. نعم مزبوط، هذا غير العطش. نعم هذا النشفان يختلف تماما عن العطش. العطش بيعطش عطش عطش، بس انه هذا بينشف تمه. بتحكي مزبوط، اللي بينشف تمه على طول بده يضل يرطبه لتمه على طول، اللي بينشف تمه بيلزق لسانه بالسقف حلقه ما بيقدر يحكي. وايضا يعني هذه امور تصل الى هجنس. المهم المرض بشكل عام ليس على المريض حرج. تمام اوكي. ولا فدية فش فدية، لا فدية تعال هنا هنا لا 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 المزمن في فدية. في فدية اطعامه مسكين الذي المرض المؤقت لا يجب فدية، لانه بده يرجع يعيد، لانه بده يرجع يعيد. مزبوط. نعم. نعم. بده يرجع يعيد وما في فدية، بس الفدية هو عشان مش رح يرجع يعيده. احسن. يعني هنا يا سيد الفاضل الله يكرمك، إذا كان الإنسان مريضا مرضا مؤقتا كما قلت في هذه الأمور، ويقاس على الحمل والنفساء والموضع وإلى آخره، وهنا أجاز له أن يفطر ولا كفارة عليه ولا فدية، ويصوم بعد ذلك فعدة من أيام أخرى، أي يصوم نفس العدد الذي أفطره. تمام. طيب أوكي. أنا بدي خصص الوقت المتبقى عندي كأسئلة، بدي خصص يعني بأقل من دقيقة. أما المرض المزمن الذي لا صيام فيه، لا يستطيع أن يصوم الآن أو غدا، هذا عليه فدية وهو إطعامه مسكين. وكم كما ذكر فضيلة الشيخ قال هو 3/4 كيلو، قالوا من أوسط مما تطعمون أهلكم. وأوسط مما تطعمون أهلكم بحده وقدره، يعني كل على قدره. يعني أنا بقعد بدي أفطر بحط سفرة قيمتها $50، في غيري ما بيقدر بيفطر على دولارين أو 3 أو 4 أو 5 كما ذكر، فبحسب قدرته يعني على على الموسع قدره وعلى المقتدر قدرونا. وضحوها بأوسط مما تطعمون أهليكم، وهذا هو الحد الذي يمكن أن يطعم به فقير. هل يطعمه في البلد الذي هو فيه أم يرسله؟ هنا 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 تأتي إلى الحاجة، أين يكون فيه حاجة أكثر فيطعم من يشاء. وأن يبدأ بالأقربون، ولأن الأقربون أولى بالمعروف. طيب بدي خصص هذا الوقت المتبقي للمشاهدين، في كمية أسئلة كبيرة، رح خصص شوية وقت ما هو كلنا للمشاهدين. أنا عندي يمكن بعد أسئلة فيما يتعلق بهذا الموضوع، بس أكيد رح نخصص وقت لنسأل سؤالات. حسين عم يسأل التدخين خلال شهر رمضان المبارك هل يفطر؟ نعم أم لا؟ نعم يفطر. يفطر شيخ محمد؟ طبعا لانه في نيكوتين وطار. يا اخي انا ما بدي افوت في هذا الموضوع كثير، بس لانه في فتره ما ذكر انه التدخين حرام. الله يرحمه توفى. بس كان يقول هو التدخين، كان يقول هو التدخين حرام، هو محرم التدخين لكن لا يفطر. لا يفطر حبيبي، بس هو كان قايل حرام، انت حرام مش لازم تعمل حرام. احسنت. نعم قصدي يعني هدول الاشخاص اللي كانوا عم يستعملوها كحجه لحتى يدخنوا، ما هو قايل لك التدخين حرام. اذا كنا نحن عم نحكي عن الله يرحمه رضوان الله عليه سيدنا محمد، مزبوط. طيب نكمل بما يتعلق بالأسئلة. تذوق الطعام ذكرناه هذا السؤال، أنا وين كنت هون؟ من بعد الإمساك ما عاد يأكل واحد. أي أكيد بعد الإمساك، ما هو اسمه إمساك يعني مش هيك؟ خلاص بعد الإمساك خلاص. هل يمكن أن نتناول أثناء الأذان؟ إيه يعني فترة الأذان. إيه الأذان هو إعلام دخول الوقت. نعم شو بس يقول الله أكبر فيك. تقصد بالإمساك؟ طب فسروا لي امساك وفسروا لي افطار. فسروا لي امساك وافطار. هذا سؤال ملغوم. هذه لغمته. مين سأله؟ سلوى لغمته للسؤال. في الامساك لا يجوز الاكل اثناء الاذان. نعم. لانه الاذان دائما هو الاعلام بدخول وقت الفجر. نعم. فاذا
بل سأل الله أكبر إذا توقفت أنا عن الطاعة. ولكن هل هل يمسك عند بداية الأذان أم عند نهاية الأذان؟ هذا ما المؤذن المؤذن بس قال الله أكبر يعني بدخل الوقت. فدخول الوقت يعني يحرم عليه الأكل والشرب. طب بالزمانات كانوا يمسكوا بس يقول الله أكبر، ما كان في أمساك وبتنطر لأدن. نحن هلا على الأمساكية اللي عم نحضر عم نخدها في أمساك وفي أدان الفجر. لا 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 تلخبط هالشيء. قلت هلا إنه ما عندنا أدان هون. إيه هذا الآن بيدخلوا على الساعة. طيب بس أنت في بيروت. طب وين بأمسك أنا؟ بأمسك على الأدان الفجر ولا بأمسك على الأمساك اللي حاطين ديال الوقت؟ لا على أدان الفجر. إذا كنت في صحراء. لا قصدي ليش عندك ساعة؟ قصدي على الرزنامة. الرزنامة على أذان الفجر الله يسلمك. أنا هي قصدي لأنه أنتم حاطين لنا عن الرزنامة حاطين أمساك وحاطين أذان الفجر. أنا خليني أشرح هذا بليز، إذا لأنه في عالم كثير سألت عن هذا الموضوع. مثل ما قلت لك بعض الأمور الشيخ مو مبتلى فيها، نحن مبتلين فيها. بالنسبة لي شو الفرق بين وقت الأمساك ووقت الأذان الفجر؟ نحن باعتبار أنه للأسف المؤسسات الفلكية مختلفة في وقت الفجر. نعم أنت بتروح إلى أم القرى بتعطيك وقت، لواء بيعطيك وقت، مزبوط مش نفس الوقت، مؤسسة كذا بيعطيك وقت. فنحن بالنسبة للإمساك وبالنسبة للصلاة الفجر، بالنسبة للإمساك نحتاط بحيث أنه نأخذ الوقت الأبكر. نعم حتى نتيقن بأننا لم نأكل في وقت الفجر. نعم. بالنسبة للصلاة نحتاج أن تقع الصلاة في الفجر فنأخذ الوقت المتأخر حتى نضمن أننا صلينا في الفجر. نعم. فلذلك بين الأذان والإمساك تقريبا 12 دقيقة. السيد السيستاني بيقول احتياط وجوبي بالاحتياط 10 دقائق. سو نحن عم نعمل احتياط. أحسن. بس احتياط. يعني ما في إشكال إذا واحد فاق لقى الإمساك الساعة 5 والأذان الفجر الساعة 5:10 أكل على الساعة 5:09. يعني الأفضل يقضيه بس ما في كفارة. الأفضل يقضيه بس نعم ما في كفارة. لأنه وقت الإمساك معناته خلص صار لازم يتوقف. تمام. نحن أخذنا الوقت الاحتياطي. حتى صلاة الإمساك؟ الفجر. عنا إمساك. حتى صلاة الفجر صار إمساك. الإمساك ما هو إلا أنه حتى يكون الإنسان يعني عنده هذا اليقين في أنه إذا ما استيقظ أوكي يأكل إلى هذا الحد، لأنه يعني بيقعدوا ما شاء الله بيعملوا سفرة وليمة. ولكن الذي استيقظ في وقت الإمساك أعطي هذا الوقت حتى الفجر. لكن هنا الموضوع يعني عائد إلى القرآن الكريم في تحديد هذه الأمور، وقالوا أنه يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم صيام الليل. هنا بعض الفقهاء حدد أنه يستطيع باعتبار أن التوقيت البلد يختلف من الجبل إلى الوادي. نعم أوكي. يعني هنا هذه الدقائق التي يختلف بها بشكل كبير. أنا لا أريد أن أذهب إلى يعني تقاويم يعني الانترناشنال تقويم كما يقولون، أنا أريد أن أكون في تقويم البلد. هنا عندما يعني يصلي الفجر يقول أن شروق الشمس في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية. طبعا. عندما تطلع إليها في الدقيقة الفلانية تنظر إلى الشرق تجد أن الشمس قد بدأت، وإن كان النور قد ظهر قبلها. مظبوط. أوكي. نعم. هلأ الإمساك ما هو إلا احتياط لك حتى لا تقع في المحجوز وتفطر. أوكي. فإذا كنت من الذين هم يصلون ولديك عادة وتوقيت أنك تقوم قبل الفجر بهذا الوقت حتى تتوضأ وتجهز وتذهب إلى المسجد، أوكي؟ ممكن أن تشرب يعني قبل الأذان حتى لأنه لم يدخل بعد وأنت في المسجد. أما أنك يعني العشر دقائق هذه التي وضعت احتياطا فقط ورعا وتقربا إلى الله سبحانه طيب. وتعالى لا أكثر ولا أقل، ولكنك إذا أكلت إلى الأذان لا شيء عليك. طيب بعتقد صار الجواب واضح فيما يتعلق بهذا الموضوع. أنا حابب بعد اخذ كم سؤال اذا بتسمحوا لي، فينا ناخذ خمس بس لازم نوضعه باللغه الانجليزيه لانه الشباب ما فهموا عليك. هلا لك 30 ثانيه. 30 ثانيه ما قلنا شيء. Well, the difference between the time that when you abstain from stop eating until the call for the you know the prayer and the fajr, this time they take it just only in case you are you know not sure about this time, but you are allowed up to the first Allahu Akbar to say to stop on you know to stop from eating, especially for those they go to the mosque
and they stay in the mosque right before the Adhan, they could really drink until, because they are having certainty at this time. But those they are at home and they don't know when they wake up what happened, they have to really adhere to that time so they don't really go into the doubted time between the Adhan and the Imsak. تمام. إذا اضطر الشخص أن يسافر قبل الأذان الظهر هل يحق له أن يفطر في المكان المقصود إليه شيخ محمد؟ إذا خرج من حد الترخص قبل الظهر قبل الظهر أي قبل الظهر فنعم هذا السفر لقضاء حاجة إنسان آخر هل يجوز له الإفطار؟ نعم. مجدي هل التطعيم لكورونا يفطر؟ نحن أشرنا في بداية الحلقة التطعيم لكورونا يعني تسمعوا لا يفطر. نعم. إخواننا الحلقة سوف تكون موجودة على فيسبوك على يوتيوب على تويتر على تيك توك حتى عم نطلعها لايف نحن صرنا بهالأيام حتى على انستغرام عم نطلعها لايف موجودة في كل هذه الأماكن ما بتروح حتى على الويب سايت تبعنا www.whatsappmedianetwork.com كل البرامج كل الحلقات من أولها لآخرها موجودة فنحن ببداية الحلقة تكلمنا عن كورونا عن الإصابة بكورونا عن إذا أصبتم شو عليكم تعملوا موضوع اللقاح موضوع اللقاحات من ناحية أخذ اللقاح من ناحية العوارض ومن ناحية اللقاحات حد ذاتها فرجعوا للحلقة وبإمكانكم أكيد تشوفوا كل اللي ذكرنا نحن في هذه الحلقة. طيب أنا بدي حلو سؤال الحسين بس أكيد إن شاء الله هذا بموضوع تاني. في سؤال عن الفطرة وزكاة الفطرة جاي الأيام بعد معنا حلقتين ثلاثة قبل زكاة الفطرة أنا وصلت لنهاية الحلقة تمام؟ well, تمام نحن كنا نريد أن نتحدث عن فائدة الصوم على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية فنحن حكينا يعني وهناك تكملة إن شاء الله نكون معكم بإذن الله في هذه الأمور وكما ذكر يعني الأخ حسين بأن هذه الموضوعات إن شاء الله لها متابعة بإذن الله تعالى. طيب عم نيجي سؤالات عن الفطرة هل ملزمة بشهر رمضان؟ أكيد إن شاء الله بالحلقات المقبلة بنخصص عن موضوع الفطرة لأنه جاي يعني بعد في أيام من هلأ لنهاية الشهر. كلمة أخيرة لك شيخنا. الكلمة الأخيرة تتعلق بصلب الموضوع اللي اجتمعنا. نعم تفضل. بلا شك إذا نحن نلاحظ بأن خطبة النبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان يتحدث فيها عن شهر رمضان نجد أن هناك جانبان. نعم. الجانب الأول هو الجانب علاقة الإنسان مع ربه. نعم. والجانب الثاني علاقة الإنسان مع المجتمع. نعم. فلا يكتمل تقوى الإنسان وتزكية النفس إلا أن يحسن الإنسان الطرفين. نعم. أن يقوي العلاقة الاجتماعية من خلال تفطير الصائم. نعم. الأيتام الفقراء التكافل الصدقات التكافل الاجتماعي ومن خلال أيضا تحسين علاقته مع ربه يحسن النية يبتعد عن المحرمات ويقوم بإخلاص صيامه خلال هذا الفترة حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. فالجانب الاجتماعي الفوائد الاجتماعية للصوم كبيرة جدا لنستغلها ونوصل الرحم فإنها من تطيل العمر صلة الرحم من أسباب طول العمر. التقيؤ يفطر؟ التقيؤ العمدي يفطر غير العمدي لا يفطر. اوكي سو غير العمدي لا يفطر. أيوة. شيخ محمد التقيؤ العمدي نعم اما التقيؤ الغير عمدي اذا كان اقل من فم ملآن يعني يتردد الطعام الى جسده مره اخرى فقالوا نعم انه يفطر. كلمه اخيره لك شيخ. يا سيدي نحن نحييكم لصبركم علينا واستماعكم وحسن يعني الاستماع لهذا الموقف ايضا اضافه يعني بسيطه جدا الى ما قاله فضيلة الشيخ بان يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزكية لنا جميعا لأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومن الفوائد الجسدية إلى جانب الفوائد الاجتماعية والنفسية لأن الصوم يطهرنا من جميع ما تعلق بأجسادنا من السموم كما ذكر أحد كبار الأطباء الذين أعطوا جائزة نوبل وأعطوا هذه الجوائز العظيمة على مستوى العالم قال بأن الجسد يصدر ما يسمى بالسل الخلايا المريضة التي يعني تنتشر في الجسد وهي ضعيفة ومريضة لأنها تنتج مريضة مثلها فقال إن الصيام لأكثر من 16 عاما يجعل هذه الخلايا جائعة فتأكل كل ما يضر الجسد داخله ولذلك أثنوا على الصوم بهذه الطريقة التي نصوم بها في أيامنا هذه وعليك إذا صمت أخي أن لا تأكل كثيرا بعد صيامك حسنت لأنك إذا أكلت ذلك أضررت بجسدك كم عملت شيء الصوم
يعني جنة، وأيضا سوموا تصحوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتمنى لكم صحة وعافية في هذه الأيام المباركة. ونعم نحن في بانديميك، يعني نحن في 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 إطار البلاء في من هذا الوباء. لا يمكن، لا تستطيع أن تتواصل مع أهلك، ولكن عبر الأجهزة والأدوات التي متاحة لك تستطيع أن تتواصل، تستطيع أن تصل رحمك، وتستطيع أن تتفقدهم، وتستطيع أن تسدي إليهم بما تستطيع. خاصة في هذه الأيام أنا أقولها لمن له أهل في بلادنا المصابة بما تعلمون من الفقر والحاجة والجوع، فعليكم أن تقوموا بواجبكم، وعليكم أن تتولوا عائلات محتاجة في هذا الوقت حتى تكونوا شاكرين لله لنعمه عليكم التي نحن نشكره. ولا تسألون يومئذ عن النعيم، فأنتم لا ينبغي لكم أن تتواصلوا مع هؤلاء. والسلام عليكم صوما مقتولا وقيامة يعني مقبولة من الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ورمضان هو شهر التقوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا. أكيد كتير مهم بعتقد في الحلقات القادمة أن نتكلم عن صلة الرحم وصلة الدم إن شاء الله، نظرا للي عم نشوفه من انقطاع في صلة الرحم وصلة الدم، وهل تقبل أو يقبل أعمال وصيام من يقطع صلة الرحم وصلة الدم. هيدا للحلقات المقبلة بعتقد لازم ينحكى في هذا الموضوع، نتحدث بها إن شاء الله، لأن العداوة ما بين الأشقاء وما بين الأهل وما بين الأحباء منتشرة بشكل كتير كبير للأسف الشديد، فهذا نحكي فيه أيضا. كمان إذا ممكن بالحلقات المقبلة كمان ينحكى عن موضوع من هو الشقي، يعني لما بنقول نحن شقي او سعيد، نعم انه كل الا من رحمه، من ما بعرف شو هو القول الا الشقي، الشقي الذي لم يكسب غفران الله في هذا يعني الشهر. بيقولوا بشهر رمضان كل العالم بالله بيقبل غفرانه وبيقبل توبته، نعم. الا الشقي، من هو الشقي؟ المحروم، نعم، الذي يحرم رحمه الله وفضله وتقواه، نعم، يعني لا تقبل توبته او يعني غفرانه في هذا الشهر اللي هو كل المعاصي تغفر في هذا الشهر. بدنا نسحب اسم الرابح في نهايه هذه الحلقه، فضل. بس لانه معنا شيخين مش حلو نسحب اسم واحد، فحضره الشيخ بيسحب اسم، حضره الشيخ بيسحب اسم. لا نبدا بكبار السن يا سيدي. اكبر منه؟ لا ادري. خلطهم احلى ما يقولوا عامل صح سحبوا للاسم. يلا اقرا شيخ محمد، اقرا شيخ محمد كمان. بسم الله نسأل الله أن يكون ملاك حذر، هذا حطار، ملاك حطار سويس، ربحتي معنا $50 مقدمة من ايفر فريش ماركت. ملاك حطار سويس $50 من ايفر فريش ماركت. والرابح هو مو ناصر، نتمنى لك يا سيد مو من بهذا اليوم نصر. المبارك أي مو ناصر بيربح $50 مقدمة من فيتامين جوس. سو ملاك حطار سويس ربحتي $50 مقدمة من أسواق البلد إفري فريش ماركت. مو ناصر ربح $50 مقدمة من فيتامين جوس. أنا بنهاية الحلقة بدي أشكركم فضيلة الشيخ محمد، دايما نشكر لكم هذا اللقاء. شكرا لكم شيخ، انا اصلا بحضر المحاضرات تبعكم. الله يسلمك، هذا يوم يعني سبحان الله في رمضان يوم فيه خير وبركه ان تجتمع او نجتمع مع يعني اصحاب الفضيله في هذا اليوم المبارك، من اجل ان نتجاذب اطراف الحديث من اجلكم، من اجل ان تستمعوا وتستفيدوا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوقع هذا الكلام على وعاء لطيف طيب كقلوبكم، والسلام عليكم. شكرا لكم شيخنا الافاضل، شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا، شكرا لمخرجة الحلقة زينة، شكرا لكل من شارك وتفاعل في هذه الحلقة. اكيد اذا بدكم تتاجروا معنا وتشاركوا في هذا في ايصال المعلومة، شاركوا هذا الفيديو واعملوا شير لحتى العالم تستفيد من المعلومات المقدمة ومن الوقت اللي خصصوه ضيوفنا اليوم لكم لتستفيدوا من هذه الأحكام والمعلومات. أنا بنهاية الحلقة بدي أتشكركم على متابعتكم. إن شاء الله غدا لدينا برنامج سهرة رمضان، وأيضا كمان سهرة رمضان على 9:30 بالليل بتوقيت ميشيغان، وأيضا برنامج مطبخنا على الساعة 4:30. خلال برنامج مطبخنا رح نسحب اسم رابح، ورح يكون الرابح من لبنان باسم مطبخنا. وخلال برنامج عشية بالليل سهرة رمضان رح نسحب 3 أو 4، ما مش مقررين، بس أتليست 3 رح يربحوا بكرة بهيدا البرنامج. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم. افطار شهي، واللي صار عنده وقت الامساك الله يتقبل صيامكم. إلى اللقاء وتصبحوا على ألف خير. في أمان الله.